السلام عليكم اخوان والاخوات مرحبا بكم في قناه علي امال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم واحد البسكوي سهل تقدر في 10 دقائق. بسوين هذا البسكوي انه تقدروا تستعملوا اي مكونات كتواجد عندكم في الدار. الو خليكم معنا باش ندوزوا المراحل ديال تحضير هذا البسكوي. من بعد ما شفتوا المكونات ديال هاد الحلوه كناخذوا 350 غرام ديال البسكوي. من الاحسن هاد البسكوي يكون بسكوي عادي سامبل ونبداو نقطعوه بيدينا طريفات صغار. من بعد ما فرتتنا البسكوي كنزيدوا عليه 100 غرام ديال الزبده دايبه. من بعد كناخذوا 4 معالق كبار ديال الحليب محلى فوق البسكوي. كنزيدوا هنايا 100 غرام ديال البيستاش. كيف ما قلت لكم في الاول ان هاد الحلوه هادي تقدروا تبدلوا المكونات ديالها. 100 غرام ديال اللوز، يعني مثلا بلاصه اللوز تقدروا ديروا كاوكاو، بلاصه البيستاش تقدروا ديروا القرقاع. 2 معالق ديال الزنجلان. من بعد كنزيدوا 2 معالق كبار ديال الكوك او الكوكونات، 2 معالق كبار ديال الكرانبيري. اللي ما كاينش كرانبيري يعني تقدروا ديروا بلاصتو غير الزبيب. 2 معالق كبار ديال التحلاوت. التحلاوت هي الكونفيتور ديال التمر، يعني اللي ما كانش متواجده تقدروا ديروا 2 معالق ديال العسل باش الخليط يتجمع. كنضيفوا على الخليط 250 غرام ديال الشوكولات، شوكولات دايب يعني شوكولات عادي كنذوبو في بان ماري وكنزيدوه الخليط. تقدروا تزيدوا له 2 معالق ديال الشوكولات نوتيلا الا كاينه، الا ما كايناش تقدروا تستعملوا غير الشوكولات عادي دايب. كنزيدوه الخليط. كنخلطوا المكونات مزيان حتى كتجمع وكتولي بحال شي عجينه. كنهزوا الخليط وكنديروه فوق الكلين فيلم باش نروليوه. من بعد ونحطوه في الثلاجه يعني لمدة 15 دقيقة بما يكرم لنا الشوكولات مع المكونات كاملين يتجمعوا. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا غادي الروليوه بحال الرول او بحال الكاشير، يعني غادي الروليوه بالكلين فيلم، غادي نجمعوه مزيان حتى يتجمع وغادي نحطوه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة. Thank you.
كناخذوا داكشي اللي بقى لنا من الخليط انا كنقسموه على جوج باش ما يجيش لينا الرول طويل بزاف لو كنقسموه على جوج وكان يعني كنروليوه بنفس الطريقه اللي درنا في الطريقه الاولى كنروليوه مزيان حتى كيتجمع الخليط وكنحطوه حتى هو في الثلاجه لمده 15 دقيقه الوغ فوالا حنا كنروليوه باش المكونات تجمع مزيان ويجينا بحال شي رول. من بعد ما خلينا البسكوي رول في الثلاجة لمدة 15 دقائق لما الشوكولاتي يتجمع مع المكونات كنجبدوه كنحيدوه من الكريم فيلم. هنا بغيت نقول لكم بالنسبة للديكوراسيون يعني انا بالنسبة لي خلطت الكوك مع البيستاش تقدروا تستعملوا مثلا اي حاجة بغيتو تقدروا تستعملوا غير سكر غلاسي من فوق اللي بغيتو. بالنسبة لي انا دابا حاليا غادي ندهن البسكوي رول بشوية شوكولاتة دايب باش يلصق ليا الكوك مع البيستاش وغادي نقطع هاد البسكوي. من بعد ما ديكورينا البيسكوي رول كنقطعوه روندال